اتيديونيت ان هذه لا روبريك اللي باش نحكيو فيها توا في اطار هذا الموعد. حاضر معنا في الاستوديو كيما عودنا اسامه الذهبي. صباح الخير اسامه. صباح الخير. شنو احوالك؟ شنو الغيبه يا اسامه؟ مو لي اتيديون اللي انا منهم كنا بيريود اكزامانات دونك تقصت شويه لي اكتيفيتي نتاع لي اتيديون توا رجعت ان شاء الله باش نرجعوا كالعاده كل جمعه ان شاء الله. ان شاء الله. دونك وضيفك رامي فتحي. صباح الخير. صباح الخير فرح. دونك نحكيو اليوم على ليفينمون ويكي ستيج تحت لاسوسياسيون امتشام. وي امتشام. امتشام اللي هي امريكان تشامبر اوف كوميرس دي بي اس جونيور تشابتر اللي باش تعمل ان كونسيبت اللي هو ان كونسيبت انترناسيونال اللي هو الويكي ستيج لاول مره في تونس. وباش يحكي لنا عليه رامي باكثر تفاصيل. عسلامة رامي. صباح الخير اسامه. صباح الخير رامي. كان تعطينا فكره اكبر على الكونسيبت هذايا اللي هو كونسيبت انترناسيونال وجبته لتونس باش يصير اول مره. الكونسيبت كيفاش بدات الحكايه؟ اي واحد في دينته في صغره عنده حلمه عنده فكره يحب نهار بنهارات يلقى روحه في كارير يحب نهار بنهارات يبرتاجي الحاجه اللي يعرفها عنده كونيسونس اكثر من غيره عنده حاجه زياده على غيره. الويكي ستيج تعمل للعباد اللي عندهم انفورماسيون يحبوا يعطيوها العباد اللي تحب تتعلم العباد اللي تحب تتعلم زياده. الويكي ستيج موجود جدا للعباد اللي عملوا حاجه باهيه في حياتهم مش عملوا كارير باهيه ويحبوا يبرتاجيوا مع العباد الاخرين. الويكي ستيج تعمل باش تكون فما رونكونتر ما بين عباد طموحه تحب توصل في حياتها عباد عندها تساؤلات مش بالضروره معناها اي عبد عنده كيستيون اي عبد يحب يسال حاجه اي عبد يحب يعرف بروفيسيونيل يحب يرى اكس يحب يرى اكسبير قدامه الويكي ستيج هذا تعمل على خاطره. دونك سي اون سورت دو كونفيرونس معناتها يجيو فيها دي انفيتي اللي انتم تستدعوهم وتسالوهم دي كيستيون ولا تحدوا لي سيجي من قبل باش يحكيوا فيهم هما ولا كيف؟ كيف نحن خدمنا ليفينمون هذايا؟ اول ما جاتنا الفكره بدينا عملنا هبطنا للشارع سالنا دي ستوديون سالنا اصحابنا سالنا احبابنا العباد اللي ريناهم في الشارع والعباد اللي نعرفهم في ليزيكول مشينا لهم وسالناهم كيستيون بسيطه ياسر لو كان يجيكم اكسبير قدامكم شنو هي الكيستيون اللي تحب تسالها له؟ شنو هي الحاجه اللي تحب تعرفها اكثر؟ خذينا لي ريبونس نتاعهم ونسقنا ظنناهم وشفنا معناها جروس مودو شنو هي العباد تحب تعرف؟ على ضوء تحب تعرف العباد؟ العباد تحب تعرف حاجات في السياسه، حاجات في الاقتصاد، حبيت حاجات تحب ترى مثلا كما نقولوا احنا تصور انت مثلا عبد مغروم بالجورناليزم، كان يجي جورناليست قدامه ويقول له شنو هي الجورناليزم؟ ويقول له كيفاش ولا جورناليست؟ وشنو هي الحاجه الباهيه في الجورناليزم؟ ممكن يصير ان نلقاو الشخص هذاك ولا جورناليست نهار اخر وهذا هو الاوبجيكتيف. خذينا لامينا الكيستيون هذوما وكانوا معناها دو كاتيغوري فما دو كاتيغوري فما العباد اللي يسالوا دي كيستيون كونكريت معناها شنو هي الحاجه الفلانيه ولا حاب نعرف اكثر انفورماسيون على حاجه معينه وفما عباد معناها يسالونا حاجات اكثر جينيرال رئيس مثلا شنو هي جورناليزم شنو هي حاجات كيما كيكا دميناهم خذينا نوف كيستيون اخترنا نوف سبيكر وباش يكون ليفينمون هو التالي. Parmi les 9 speakers اللي باش يكونوا موجودين في ليفينمون. Parmi les 9 speakers باش يكون عندنا سي رفيق بن بريك غني عن التعريف مسيو رياض ربانا بروفيسور ان انفورماتيك وهو جوري في ليماجين كاب كومبيتيسيون تنظم مايكروسوفت كل عام وجد جوري في نجوم العلوم زاد. زاد عندنا اخر مدام وفاء العمالي بريزيدونت دو سونتر دي جون ديريجون. عندنا زاد مسيو بلال سحنون ديريكتور دو لا بورس دو تونيزي. عندنا سي عبد الجليل الطرابلسي اللي هو فونداتور دو لوجيداس. وعندنا دوتر انفيتي نخليهم سوربريز للي باش يجيو. دونك كيف على اي اساس تم اختيار لي انفيتي هذوما؟ على اساس انتم السونداج اللي عملتوه في وسط لي ستوديون سالتوا لي كيستيون ولا انتم حضرتوا من قبل لي انفيتي ولا كيف؟ على ذوي الكيستيون هذوك فورمين دي كيستيون عملتوا لي سوجي نتاعهم حضرنا لي سوجي وتلمينا مع بعضنا وقلنا مثلا السوجي هذايا زعما شكون نجم يحكي فيه اكثر حضرنا اون ليست وبدينا نكلموا معناها اللي نتحب معناها اللي نلقاوه معناها ويكونفيرمينا وتعجبوا الفكره وتعجبوا الكونسيبت كونفيرمينا معاهم و باش يجيو وحدينا ان شاء الله باش نزيدو نشجعو شويه اللي يتفرجوا فينا باش يجيو لليفينمون تاعكم كان تعطينا شويه اكثر بار ديتاي باش يستفيد كي شنو كي باش يجيو شنو اللي باش يفيدهم انهم يسمعوا توفيق بن بريك ولا غيره ولا غيره يحكي على التجربه في بلاصتو يمكن يلقاو الاجابه عن الاسئله نتاعهم. اول حاجه باش يلقاو الاجابه على الاسئله نتاعهم باش يلقاو عباد باش يشجعوهم
ممكن نحكي حاجه بسيطه. انا وقت اللي كنت صغير قابلت انا انجينير وهو قال لي الكلمه هذيا، قال لي وقت اللي تتعدى بحظه حاجه وتقول انا الحاجه هذيك انا عملتها، هذه سنتيمون ما يعوضوا حتى شيء معناها. الكلمه هذيك قاعده في بالي برشا، وهذا اللي خليني معناها نتبع انسيك دانيني. الكلمه هذيك نجم تحدد باركور نتاع عبد معين، تنجم زاده تخليه يجي معناها يعرف انفورماسيون حاب يعرفها، يجاوب على اسئلته يستفيد. اول حاجه باش يقابل العباد كيفه ويصير ان ايشونج ما بيناتهم في لي بوز، باش يكونوا عندنا باش يجد باش يبدل الجواب باش يتفرهد باش يخرج من نتاع الاكزامانات. خاطر ليفينمون نتاعنا باش يكون فيه موش باش يكون طويل، معناها كل كيستيون باش نجاوب عليها في 9 مينوت، وما بين كل معناها تروا ويكي توك نسميهم نحنا، باش يكون عندنا اون بوز ميوزيكال واختارنا لكم ان شاء الله موسيقى باهيه تعجبكم. جوست لانه انت حكيت على تجربتك واليوم اللي خلاك تمشي لان كورسوس معين اللي هو ان تانك انجينيور، وسمعت ان انجينيور اللي عطاك نصيحه جوست في باب المداعبه شويه للناس اللي تابعوا فينا. وقت اللي كنت نقرا دروا كان الاستاذ نتاعي اياد بن عاشور يقول ان بون جوريست غوفي توجور سا بروميير اني. Rite la différence. Donc, on a refait notre première année pour être bon juriste. Mais, nous, Aslo. Mais, autre chose, les speakers, les psychos, les havrines, ce n'est pas la chose qui est spécifique que des speakers font un masrah pour parler des étudiants qui ont quand même prime. Ce sont des ingénieurs. مش كاين ديزاينيور باش يكون برسمي محلول للناس الكل، معناها فما حتى من الليسي من حتى خارج العباد الكل، معناها باش يكون ايفينمون بوبليك للناس الكل. اي عبد كما قلت لك معناها يحب يعرف ويحب يبارتاجي المعرفه نتاعو ويحب يتعلم باش يكون مرحبا به في الايفينمون نتاعنا. فكرنا في الموعد وين باش يصير الايفينمون باش نستعرض الايفينمون هذا ان شاء الله باش يكون في المدرسه التونسيه للتقنيات ليكول بوليتكنيك تونيزي في المرسى نهار 28 فيفري على حد، تصير من 9:30 تاع الصباح ان شاء الله. فما ايفينمون سور فيسبوك ولا باج فيسبوك ولا بالنسبه للعباد اللي تحب تبعنا نجم تلقاونا على باج فيسبوك نتاعنا امشام تبيز جونيور شابتر، وينجموا يتبعوا لي زيفينمون اللي صاروا واللي باش يصيروا، اللي ان شاء الله باش يكون عندنا زيفينمون اخرين ان شاء الله في افريل وماي. اي فوالا باش نسالك شنو مشاريعكم المستقبليه؟ مشاريعنا المستقبليه مازال عندنا فما اللي حاضرين نحضروا فيهم، ونجم نقول اللي عندنا على الاقل دو زيفينمون، واحد في شهر افريل واحد في شهر ماي ان شاء الله. ميرسي رامي. وقت اللي يقربوا لي زيفينمون سيغتينمون رامي يكون حاضر حذانا مع اسامه باش يحكي لنا باكثر تفاصيل. غاست اليوم ليفينمون اللي نحكيو عليه باش يكون نهار 28 فيفري 2016 في ليكول بوليتكنيك موجوده في المرسى. دونك انت اللي غادي تستنى العشيه ستة تاع العشية يبدا؟ لا يبدا من 9 تاع الصباح 9:30 تاع الصباح لما 3 تاع العشية. باهي من 9:30 تاع الصباح لما 3 تاع العشية. هذه كانت معنا اسوسيسيون امتشام نحكيو على ايفينمون ويكي ستيج. يعطيك الصحة أسامة. نعود نشوفوك ديما تو كامل الامتحانات إن شاء الله. طيب داكور يعطيك الصحة أسامة، يعطيك الصحة رامي فتحي ضيوفنا اليوم في الاستوديو في استوديو نت إن باش نمشيو مع فاصل غنائي.